بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. شرعنا بحمد الله تبارك وتعالى في الحديث عن المقالة الرابعة، وتقع تحت عنوان قيمة المعرفة. قلنا بأن الشهيد المعلق رحمه الله قد ذكر مقدمة طويلة ومفيدة جدا قبل الشروع في أصل المقال التي العلامة الطباطبائي، وهذه يعني هذا المدخل الطويل احتوى على مقدمتين أساسيتين إذا أردنا أن نفهرسه. المقدمة الأولى في معنى الحقيقة وبحوث تدور حولها، والمقدمة الثانية في تاريخ النظريات المتصلة بقيمة المعرفة، عرض تاريخي منذ الحركة السبسطائية في اليونان ما قبل الحكماء الثلاثة إلى يومنا هذا وإلى يومه رحمه الله. كان كلامنا في المقدمة الأولى بعد أن ذكرنا سلسلة من التعريفات الحقيقة واختار المصنف التعريف الأشهر، بدأنا بمجموعة من النقاط المتصلة بالحقيقة، مجموعة من الأبحاث لها علاقة بالحقيقة. تحدثنا عن ثلاثة منها أو أربعة منها: هل للحقيقة وجود بشكل عام أم لا؟ خرجنا بنتيجة أن للحقيقة وجودا ما. ما هو مقياس تمييز الحقيقة من الخطأ؟ خرجنا بنتيجة أن المنطق هو مقياس تمييز الحقيقة من الخطأ. هل تجتمع الحقيقة والخطأ معا في شيء واحد؟ خرجنا بنتيجة على خلاف الماركسيين أن الحقيقة والخطأ لا يجتمعان في شيء واحد. النقطة الرابعة أيضا التي عالجناها في الدرس الماضي: هل الحقيقة مؤقتة أم دائمية؟ خرجنا بنتيجة أن الحقيقة دائمية على خلاف المنطق الديالكتيكي الذي يقول بأن الحقيقة متغيرة. بحثنا أربع نقاط وبقي عندنا ثلاث نقاط حسب الفهرسة التي وضعها المعلق رحمه الله. نقطة الخامسة، إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي: هل تقبل الحقيقة التحول والتكامل أم لا تقبل التحول والتكامل؟ الاتجاه الديالكتيكي، الفكر المادي الديالكتيكي، كان يعتقد بأن الحقيقة تتكامل وتتطور وتنمو باضطراد الحقيقة في حالة من الرشد، باضطراد الحقيقة في حالة من النمو والرشد، ولا تبقى على حالها بل تتكامل وتنمو وتترعرع وترشد وتكبر. فليس للحقيقة شكل واحد، وإنما لها أشكال تبعا لنموها وتطورها للوعي الإنساني. هذه هي المقولة التي طرحتها المادية الديالكتيكية، أو طرحها المنطق الديالكتيكي. المصنف هنا يريد أن يعلق على هذه الفكرة أيضا بتعليقات مختصرة: هل حقا إن الحقيقة تتحول تتكامل تتطور باستمرار، أم إن الحقيقة ثابتة لا تحول فيها ولا تغير فيها ولا يوجد فيها تكامل؟ هذا هو سؤال النقطة الخامسة. المصنف يقول من وجهة نظرنا لا تتحول الحقيقة. الحقيقة لا، حتى سواء كانت مادية غير مادية، يعني متعلقة بأمر مادي غير مادي، جزئية كلية، ميتافيزيقية غير ميتافيزيقية، طبيعية رياضية، بأي شكل من الأشكال، ما دامت حقيقة لا تقبل تحولا ولا تقبل تبدلا ولا تقبل تغيرا، معذرتي تكاملا، لا أتكلم في التغير بمعنى السابق، لا تقبل تكاملا ونموا ورشدا. وما قاله الماركسيون اشتباه العلماء عندما يعبرون إن العلوم تتكامل أو الحقيقة تتكامل، يقصدون من ذلك معنى مسامحيا سنشرحه بعد قليل، لا يقصدون من ذلك المصطلح الفلسفي لكلمة تكامل الحقيقة،
فإن تكامل الحقيقة بالمصطلح الفلسفي لا معنى له. تكامل الحقيقة بالمصطلح الفلسفي لا معنى له. هلا أعطينا توضيح شيخنا العزيز في هذا الموضوع. يمثل الشيخ، يذكر الشيخ مثالا هنا، يقول: إذا قلت لك أرسطو درس عند أفلاطون، وكانت هذه الفكرة أي هذه الصورة الذهنية مطابقة للواقع الخارجي، يعني حقا كان أرسطو فعلا قد درس عند أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، هذه حقيقة. نحن الآن نسأل: هل تقبل هذه الحقيقة التكامل؟ لا، ما معنى تقبل التكامل؟ يعني ماذا تقبل التكامل؟ يعني هي إما مصيبة للواقع الخارجي هذه الصورة الذهنية فهي حقيقة، وإما غير مصيبة فهي ليست بحقيقة. نعم، يمكن أن نعبر بالتكامل عندما تضاف إلى معلوماتنا مجموعة جديدة من المعلومات الحافة، أي المتصلة بأصل الموضوع. هنا تتكامل الحقيقة بهذا المعنى، تتكامل العلوم. مثلا حصلنا على معلومة جديدة تقول إن أرسطو درس عند أفلاطون 4 سنوات، حصلنا على معلومة جديدة تقول إن هذا الدرس كان في أثينا، حصلنا على معلومة جديدة تقول إن أرسطو كان مميزا في درس أفلاطون حتى كان يعبر عنه كعقل الدرس، عقل العقل. حصلنا على معلومة جديدة إن أرسطو كان في الدرس شديد المخالفة للأستاذ مثلا. حصلنا على 10 معلومات جديدة. نعم، مجموع رؤيتي للمشهد تكاملت، لكن الفكرة الأولى التي هي أرسطو درس عند أفلاطون لم تتكامل. فلنفكك جيدا المفاهيم. نحن نتحدث عن حقيقة بسيطة، عن أصغر مفردة للحقيقة، لا نتحدث عن حقائق مركبة كما أشرنا في الدرس الماضي، أو عن علوم بأكملها مركبة من عشرات بل مئات القضايا. نحن نأخذ فكرة ولها مطابق خارجي ونقول هذه الفكرة صدقت على مطابقها الخارجي، إذن فهي حقيقة. أما ما معنى تتكامل هذه الحقيقة بوصفها حقيقة؟ نعم، تتكامل معلوماتي تدريجياً تزداد. نعم، هذا يحصل. العلوم، وهذا من شأن البشر بعد، العلوم في جميع الميادين بما في ذلك ميدان الفلسفة أيضاً تتكامل، ويتطور وعي الإنسان بالأشياء. لماذا يتطور وعيه بالأشياء؟ لأن وعيه بالأشياء ليس قضية واحدة، مجموع قضايا يراكمها إلى جانب بعضها البعض ويضعها إلى جانب بعضها البعض كي ينظر من خلالها إلى الواقع اللي هو عبارة عن مجموع قضايا لا قضية واحدة. نعم، بهذا المعنى تتكامل الحقيقة. إذا قصدتم هذا المعنى، نعم الحقيقة تتكامل وتنمو، والفيزياء نمت. الفيزياء مع نيوتن شيء ومع أينشتاين شيء آخر، الفيزياء الحديثة شيء والفيزياء القديمة شيء آخر، فلكيات بطلميوس شيء وفلكيات كوبرنيكوس شيء آخر. نعم، تتطور تتنامى، ربما يكون يكتشف خطأ شيء، ربما لا يكتشف خطأ، لكن تزداد المعلومات. نعم، هذا المعنى للتكامل نقبل به، لكن هذا التكامل التدريجي هو تكامل عرضي، ليس تكاملا طوليا في الفكرة الواحدة. وإلا في الفكرة الواحدة أنا أعرف أن أرسطو درس عند أفلاطون وهذا لم يتغير، يعني هذه الفكرة لم تتكامل عندما ضميت إليها 10 أفكار أخرى، بقيت كما هي. نعم، أنا صار عندي وعي بأرسطو وأفلاطون أكثر، أنا صار عندي وعي بمجموع القصة أكثر، لكن تلك قضية المفردات الجزئية المحددة التي أقوم بتسليط الضوء عليها بقيت على ما هي عليه. إذن لا معنى لتكامل الحقيقة، وهذا هو اتجاه المذهب العقلي عموما. فإذا وجه إلينا سؤال يقول: هل تتكامل الحقيقة، بين قوسين بالمصطلح الفلسفي لكلمة تكامل الحقيقة؟ الجواب: لا تتكامل الحقائق، بل لا معنى لتتكامل،
لأنها إما مطابقة للواقع أو ليست بمطابقة للواقع، وما قالته المادية الديالكتيكية عن تكامل الحقائق لا معنى له. نعم، هناك نوع آخر من التكامل هو التكامل التراكمي، أي أن العلوم تتراكم، يحصل لك معلومات جديدة متصلة بموضوع مركب من مجموعة قضايا. نعم، هذا لا بأس به، هذا نقبل به، وهذا يقر به الجميع في جميع العلوم. وعندما يقول العلماء إن العلوم تكاملت يقصدون هذا المعنى، لا يقصدون المعنى الذي أرادته المادية الديالكتيكية من عنوان تكامل الحقيقة. ثم بعد ذلك يقول المصنف: إذا أردنا بمزيد من الدقة أن نحلل ماذا يقصد العلماء من تعبير تكامل الحقيقة، إذا جددنا النظر مرة أخرى سنجد في مجال لأن يكون مرادهم تارة التكامل العرضي الذي شرحناه قبل قليل، وأخرى التكامل الطولي. كيف؟ لكن بما لا يضر بالنتيجة التي توصلنا إليها المخالفة للمادية الديالكتيكية. كيف؟ يقول: عندما يقال في الفلسفة والعلوم تكامل الحقيقة يقصد التكامل العرضي، أي النمو التدريجي للعلوم، أي مراكمة العلوم قضاياها فوق بعضها البعض، أي اكتشاف المزيد من الحقائق والمعلومات. هذا نقبل به، وإذا هذا يقصده العلماء ونسميه بالتكامل العرضي لا التكامل الطولي، فهذا كلنا متفقون عليه، ولا ربط له بتكامل الحقيقة بالمصطلح الفلسفي. هذا احتمال أول في أن يكون المراد وهو التكامل العرضي، وهذا لا بأس به، يجري في العلوم ويجري في الفلسفة ويجري في الطبيعيات والرياضيات وكلها. لكن مع ذلك المصنف يقبل شكلا من أشكال التكامل الطولي في العلوم، لكنه يقول: هذا الشكل من التكامل الطولي خاص بالعلوم التجريبية، لأن هذه العلوم مبنية بطريقة خاصة تختلف عن العلوم الاستنباطية مثل علم الفلسفة وعلم الرياضيات والمنطق. كيف؟ يقول: نحن في العلوم التجريبية، حتى سيستم التفكير صار هكذا الآن المسيطر في العالم، نحن في العلوم التجريبية ماذا نفعل؟ نرصد ظاهرة معينة. أول شيء ندرسه في العلوم التجريبية أنه مطلوب منك أن تقدم فرضية، نقول: هذه الظاهرة التي رأيناها الآن ما الذي يمكن أن يحتمل في تفسيرها؟ يوجد ثلاث فرضيات: الفرضية الأولى ألف، الفرضية الثانية باء، الفرضية الثالثة جيم. ثم نبدأ نراقب حركة الأفلاك، نجد حركة لا تنسجم مع الفرضية جيم، نقول الفرضية جيم باطلة. مجددا نضاعف مراقبتنا لحركة الأفلاك، فنجد ظواهر تحدث لا تنسجم مع الفرضية باء، نقول الفرضية باء نضعها جانبا، أشبه شيء بطريقة السبر والتقسيم في المنطق. تبقى عندنا الفرضية ألف، نبقى نراقب ونجد أن جميع الظواهر المتصلة بالأفلاك تستطيع الفرضية ألف أن تجيب عنها، نجد أن الفرضية ألف تقبل الواقع الموجود، نجد أنها تعطي النتائج، ما في مشكلة، فنقول إن الفرضية ألف هي الواقع. إذا الحقيقة العلمية في ميدان العلوم التجريبية ما هي؟ هي الفرضية التي تقدر على أن تفسر لمجموعة الظواهر الحاصلة في الشيء المراد تفسيره. فإذا نجحت في تقديم تفسير، أهلا وسهلا، هذه هي نظرية تتحول إلى نظرية. وإن لم تنجح بحيث توجد بعض الظواهر لا تستطيع الفرضية ألف أن تجيب عنها، نقول الفرضية ألف أيضا باطلة. ما الذي يحصل في العلوم الطبيعية في العلوم التجريبية؟ الذي يحصل أن الإنسان بمرور الزمن تكون عنده الفرضية ألف ثابتة وتبقى تجيب، لديها قدرة تقديم الأجوبة، تجيب تجيب تجيب، لكن بعد مدة من الزمن يحدث أمر ما تعجز الفرضية ألف عن أن تجيب عنه، تكون الفرضية ألف حقيقة علمية لمدة 50 عام، 100 عام، 200 عام، 300 عام،
لكن بعد ذلك نجد أن حدثا ما وقع، ظواهر ما رصدناها، تطورت رؤيتنا للأشياء، اخترعنا الميكروسكوب، المجاهر، المناظر، رأينا أشياء لم تعد فرضية ألف قادرة على تفسيرها. هنا نقول فرضية ألف نضعها جانبا ونأتي بفرضية دال، ونقول فرضية دال قادرة على تقديم الأجوبة على كل ما أجابت عنه الفرضية ألف وزيادة، وتبقى الفرضية دال هي النظرية المتبعة والحقيقة العلمية إلى أن يأتي يوم تظهر أشياء تعجز الفرضية دال عن تفسيرها. فنقول للفرضية دال شكرا جزيلا لك، نحن نؤمن بتداول السلطة، نضعها جانبا ثم نأتي بالفرضية هاء مثلا، وهكذا. هذا هو نظام العمل في العلوم الطبيعية، هذا هو نظام العمل في التجريبيات، وهكذا تنمو المعرفة التجريبية. يعني نعم، هذا النمو طولي، لأنك النظرية ألف وباء وجيم وذال كلهم في طول بعضهم البعض، يعني تحذف واحدة تدخل في العمق، تحذف واحدة تدخل أكثر في العمق، لا في عرض بعضها البعض، تزداد معلوماتك وكلها صحيحة. هذا النوع من التكامل الطولي للحقيقة الذي نشهده في الدراسات التجريبية نقبل به أيضا، لكن هذا أيضا لا ربط له بتكامل الحقيقة بالمصطلح الفلسفي، هذا لا ربط، لأن هذا اكتشاف خطأ، واكتشاف أن ما كنا نظنه حقيقة لم يعد حقيقة، ما كنا نتصوره حقيقة من الحقائق كشف لنا الآن أنه ليس بحقيقة من الحقائق، أزيح جانبا وحل محله فرض آخر. إذا كنتم تقصدون من تكامل الحقيقة التكامل العرضي بمعنى نمو العلوم وزيادة الاكتشافات، فهذا كلنا نقبل به ولا علاقة له بتكامل الحقيقة فلسفيا. وإذا كنتم تقصدون تكاملا طوليا في الحقائق كالذي نشهده في الدراسات التجريبية وفي العلوم التجريبية، فهذا أيضا نحن يمكن أن نقبل به، لكن هذه التسمية له تكامل الحقيقة تسمية تسامحية وليست هي الإصطلاح الفلسفي. ولذلك كانت العلوم التجريبية علوم غير يقينية، لأن عالم التجريبيات لا يبرهن لك على أن الفرضية ألف هي الصحيحة، بخلاف العلوم الرياضية والمنطقية والفلسفية، فإن العالم يقول لك إكس من الأشياء أقيم عليه برهانا، أما ذاك ماذا يقول لك؟ يقول لك هذه الفرضية كل الأحداث التي تقع تنسجم معها، وممكن كل الأحداث التي تقع تنسجم معها ولا تكون صحيحة، وسيأتي إن شاء الله، لكن مع ذلك نعتبرها حقيقة نتيجة عناصر تبحث في محله. فإذا مهما قصد العلماء تسامحا من تعبير تكامل الحقيقة التكامل العرضي للحقيقة أو التكامل الطولي الذي نشهده في الدراسات التجريبية، هذا نقبل به، لكن لا ربط له لا من قريب ولا من بعيد بفكرة تكامل الحقيقة التي نعرفها في الدرس الفلسفي، لأن تكامل الحقيقة في الدرس الفلسفي مطابقة فكرة للواقع، فإذا طابقت فكرة الواقع خلاص طابقت، مفهوم بسيط، بعد طابقت إما تطابق أو لا تطابق، إذا لا تطابق خرجنا عن الموضوع، عدم موضوع الحكم هنا، لأنه بعد ما في حقيقة، وإذا طابقت فإذا هناك حقيقة، فما معنى أن تتكامل؟ نعم يضم إليها حقيقة جديدة، تضاف إليها معرفة ثالثة، رابعة، خامسة، وهكذا، هذا لا بأس به. فإذا فيما يتعلق بالملف الخامس لهذا البحث، وهو هل تتكامل أو هل تتحول وتتكامل الحقيقة أم لا، المصنف يختار عدم تكامل الحقيقة إطلاقا انسجاما مع أصول المنطق الكلاسيكي، ويقول إن ما ذكرته المادية الديالكتيكية من تكامل الحقيقة خطأ، وإذا كانوا قد تمسكوا ببعض عبارات العلماء عندما يقولون تكامل الحقيقة فأولئك لا يقصدون تكامل الحقيقة بالمعنى الفلسفي كما يريده الماركسي، وإنما يقصدون من تكامل الحقيقة إما التكامل العرضي وهذا نقبل به، وإما التكامل الطولي بالمعنى التجريبي وهذا أيضا نقبل به. هذا البحث السادس. البحث السابع، لماذا لا تكون العلوم التجريبية يقينية بخلاف الرياضيات؟ هذه النقطة السادسة التي
يبحثها المعلق هنا في المقدمة الأولى. دائما هذه القضية مثارة، العلوم التجريبية غير يقينية، العلوم الرياضية يقينية. أما يقينية العلوم الرياضية فيوكلها المؤلف إلى المقالة الخامسة، حيث سنبحث بالتفصيل في السر في كون العلوم الرياضية ذات طابع يقيني جازم. إنما الكلام هنا في العلوم الطبيعية التجريبية، هل العلوم التجريبية يقينية أم لا؟ السائد الموجود أنها لا تتسم باليقينية، اليقينية الفلسفية. الآن نوجه لأنفسنا سؤالا، لماذا العلوم الطبيعية لا تتسم باليقينية القاطعة التي تتسم بها العلوم الرياضية؟ هذا سؤال وجه. وأي بين قوسين، وأي نظرية فلسفية في علم المعرفة تضعونها يجب عليكم أن تفسروا لماذا هناك فارق بين العلوم الرياضية والطبيعية؟ هذا واحدة من مغاليق الأمور. لماذا العلوم الرياضية تكتسب هذا الوضوح وهذه القاطعية والصرامة بينما العلوم الطبيعية لا تكتسب؟ كل واحد أدلى بدلوه. كانت له محاولة هنا ستأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. السيد الشهيد الصدر في الأسس المنطقية الاستقراء كانت له أيضا محاولة فيها. كل واحد بعد قدم نظرية معرفية كانت له محاولة في تفسير سر الفرق المعرفي بين العلوم التجريبية الطبيعية وبين العلوم الرياضية. هلا نحن نسأل سؤال، وطبعا البحث هنا بحث أولي، يعني أشبه بمفاتيحها. نحن الآن كأنما نصب مفتاح ونسلمك إياه، حتى فقط العنوان يطرح لأن البحث سيأتي فيما بعد. طيب، يقول ما هو السبب في عدم يقينية العلوم الطبيعية أو التجريبية بتعبير أدق؟ يوجد جوابان، جواب يختاره المصنف ويتبناه، وجواب يبدو عليه لا يرفضه لكنه ينقله عن الاستنشاليه في كتابه المنهج. أما الجواب الأول فيقول السر في أن العلوم الطبيعية والتجريبية ليست يقينية هو ما قلنا قبل قليل. العالم التجريبي لا يقيم برهانا على صحة نظريته، العالم التجريبي فقط يقيم دليلا على أن فرضيته تنتج آثارا عملية مطلوبة وتستطيع تفسير الظواهر. شيخنا العزيز، إذا أنتم الآن، أنا بس من باب الكلام يجر الكلام، إذا تقرؤون الآن الدراسات الحداثوية وتقرؤون دراسات الأخندية الحوزوية، الأخندي يا أخي هذا مسكين كل يوم يعاني من كيف يقيم دليل على مدعى. أما تلك الكتب لا تجد عندهم هذا. تأمل، تجد عنده يقول مثلا أنا أفهم القضية بالشكل التالي، وينسج لك الصورة المتناسقة للموضوع بحيث تستطيع هذه الصورة أن تحوي انسجاما داخليا، يعني لا تحوي مفارقة، يعني بالتعبير الغربي لا تحوي بارادوكسيكا. ثانيا أن تستطيع تفسير المشهد الظواهري، فيقول لك أنا هذه نظريتي في علم التاريخ، هذه نظريتي في الموضوع التاريخي الفلاني، لأن هذه النظرية منسجمة داخليا وقادرة على تفسير كل المعطيات التاريخية. لكن عندك دليل عليها؟ قل أفرض منسجمة تاريخيا وعندها قدرة على تفسير الظواهر والمعطيات التاريخية، يعني هذا دليل صحيحة ولا مش بالضرورة كما سوف يأتي. لكن يقول لك خلاص بعد هذا هو الحقيقة. حتى الدراسات الإنسانية اليوم عندنا تأثرت بالمنهج القائم في العلوم التجريبية، وطبعا بعد قليل سوف نوضح أن هذا ليس كل العلوم التجريبية، بعض العلوم التجريبية. نفس المصنف سوف يعني يتراجع تراجعا بسيطا في الموضوع ليبين مراده في هذه المسألة. إذن جاءت نظرية بطليموس الذي يعبرون عنه، خطأ شائع، بطليموس، ها، جاءت نظرية بطليموس لتقول إن الأرض هي مركز العالم،
وأن الشمس تدور حول الأرض، واستطاعت نظرية بطليموس أن تفسر الخسوف والكسوف، وكان بإمكانها أن تحدد لك تاريخ الكسوف والخسوف أيضا، وكان يحصل الخسوف والكسوف عندما يقول العالم الفلكي المؤمن بنظرية بطليموس بأنه اليوم سيحصل كسوف، كان يحصل كسوف. جاءتنا الطبيعي، جاء الطب القديم ليقول إن العناصر التي ينبني عليها الجسم أربعة، الطبائع المعروفة التي درسناها، الطبائع الأربعة، اليبوسة والرطوبة والحرارة والبرودة، وبنوا على ذلك وصفات طبية، علاجات طبية، وكثير ملايين الناس طبقت وعولجت يا أخي. سبحان الله، جاء العلم الحديث قال هذا نظرية بطليموس حولها إلى رماد تذروه الرياح، تهت. وجاء الطب الحديث وحول نظرية الطبائع الأربعة إلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، بل حتى الظمآن الآن عرف أنه ليس بماء. فأنت الآن إذن كيف حصل هذا؟ يقول لك كانت في فرضية قدمها بطليموس فسر فيها حركة الكواكب كلها، واستطاعت كلما رأوا حركة في الكواكب قالوا نظرية بطليموس قادرة على الجواب عن هذه الحركة، كلما رأوا ظاهرة طبيعية فلكية قالوا نعم القواعد التي وضعناها في نظرية بطليموس تستطيع أن تفسر لهذه الظاهرة الفلكية التي حصل صحيح، وكانت تفسر أيضا، ما في مشكلة. طيب الآن سيأتي إلى ذهنك سؤال سيقول لك شيخنا العزيز، كيف يمكن لنظرية فرضية صارت نظرية واستطاعت أن تشفي آلاف الناس وملايين الناس، واستطاعت أن تفسر آلاف الظواهر الفلكية، كيف يمكن لفرضية غير صحيحة ليست حقيقة أن تعطي آثارا صحيحة وصائبة، أن تفسر الأشياء؟ كيف نظرية الطبائع الأربعة ليست صحيحة ومع ذلك الأطباء الذين كانوا يبنون على نظرية الطبائع الأربعة كانوا يشفون الناس؟ الجواب ما في مشكلة، يقول لك العالم التجريبي ما في مشكلة تحصل، هذا يحصل بل قد حصل. لماذا؟ لأنهم من الممكن أن يلتقي أثر واحد في تفسيرين له. الآن سأعطيك مثالا حتى تقتنع، لنفرض أن الأرض هنا شيخنا والشمس هنا والشمس تدور حول الأرض مثلا، أو فرض أن الشمس هنا والأرض هنا والأرض تدور حول الشمس، ما في فرق شيخنا من حيث الخسوف والكسوف، سواء كانت هذه التي تدور أو هذه التي تدور، في نهاية المطاف دوران هذه سوف يتخللها جسم في الوسط، أو دوران هذه سيتخلله جسم في الوسط. لا مانع في بعض الأحيان أن تكون فرضيتين تقدران على تفسير ظاهرة وتشتركان في نتيجة واحدة، وهذا يحصل حتى في حياتنا اليومية. الآن حدث صوت هنا، أقول ممكن أن يكون قد سقط شيء من السقف، هذه الفرضية معقولة؟ نعم، الصوت ينسجم مع سقوط شيء من السقف. شعورنا بالبرد، نعم لعله حصل مثلا هواء جاء بعد سقوط شيء من السقف. وأقدم لك فرضية أخرى أيضا، أن جزءا من الحائط الذي على اليمين قد سقط أيضا، هذا احتمال. الصوت يستطيع هذه الفرضية أن تفسره، البرودة التي حصلت بعد صدور الصوت تستطيع هذه الفرضية أن تفسره، صحيح ولا؟ إذن في العلوم التجريبية سر عدم يقينيتها أنها لا تقيم برهانا على صحة الفرضية، وإنما تقيم دليلا مؤقتا على عدم بطلانها، يعني أنه لا يملك دليلا على بطلانها لأنها قادرة على أن تفسر الظواهر. طبعا هذا أين؟ يجب أن نعرف هذا في العلوم التجريبية غير القائمة على جمع الحسيات، مثل المختبر الذي ينظر في المختبر، هذه حس، هذا قطعي يقيني، هذا ما له علاقة، بصرف النظر عن هذه الإشكالية، بصرف النظر عن إشكال الاستنشاقات، ها بصرف النظر. العالم الكيميائي، العالم الذي يدرس يقوم بإعمال نظره
يقول لك النباتات مؤلفة من كذا وكذا، يقول أنا رأيت شيخنا وخلاص انتهى الموضوع. هذا النوع من التجريبيات القائم على جمع المعطيات الحسية هذا لا يقول مصنف، هذا خارج. نحن نتكلم في التجريبيات القائمة على تفسير الظواهر بفروض علمية. وأنتم درستم يعني طلعتم حتما في المدرسة في الثانوية، هذه درست وبحثها المناطق في المنطق التجريبي، الطرق التي استخدمها جون ستيوارت ميل، طريقة البواقي وطريقة التلازم والتغاير وطريقة هذه الطرق ماذا تفعل؟ هذه الطرق ماذا تفعل؟ تقوم بتصحيح الفرضية كما بحثها السيد الشهيد الصدر في الأس المنطقي للاستقرار، لا تبرهن لكن تقوم بتصحيح فرضيات. إذن هذا ما يقوله المصنف. إذن السر في عدم قطعية العلوم التجريبية من هذا النوع من العلوم التجريبية هو أنها فقط وفقط ماذا تفعل؟ تحتفظ بفرضية قادرة على تفسير الظواهر. طيب أنا أقل شيء أقول لك ممكن يكون في فرضية أنت لم تلتف إليها بعد وأيضا تقدر على تفسير الظواهر، إذن لذلك تبقى هناك مساحة مفتوحة، لذلك يبقى هذا الملغي ها ليس محكما، هناك مساحة مفتوحة فيه ها لهذا السبب. إذن هذا أول سر من أسرار عدم يقينية العلوم التجريبية، ولذلك كانت لم يكن يقبل بالعلوم التجريبية بنحو قبوله بالعلوم الرياضية، قال العلوم الطبيعية نسبية، طبعا نسبية بالمعنى الكانتية، العلوم الطبيعية نسبية، أما العلوم الرياضية يقينية حتمية، أما الميتافيزيقية فلا معنى لها، وهكذا قسم تقسيم ثلاثي، قال لكم الميتافيزيقية لا معنى لها أصلا، لكن الرياضية قطعية حاسمة والطبيعية نسبية، لهذا لأنه في ثغرة موجودة تسمح بدخول الشك في مورد هذه الثغرة، تسمح بهذا الخلل الذي يقع. هذا أول تفسير. تفسير آخر وهو الذي ذكره ابن سينا شاليه، الفيلسوف الغربي المعروف في كتابه المنهج، قال السبب في أن العلوم التجريبية ليست يقينية، عندما نقول يقينية يعني بمستوى يقينية العلوم الرياضية، السبب هو أنها تعتمد بالحواس. يعني في النهاية أنت عندما ترصد الكواكب تعتمد على حسك، تعتمد على البصر، تعتمد على السمع، تعتمد على اللمس، على الذوق، على الشم، والحواس كما قلنا مرارا وتكرارا كثيرة الأخطاء، بل قد بلغوا بأخطائها 700-800 نوع من الخطأ. فإذا بنت علوم طبيعية على الحواس وكانت الحواس قابلة للخطأ عرضة للخطأ، فالذي بنت عليه تلك العلوم سيكون أيضا عرضة للخطأ، ومن ثم سيحدث اهتزاز. شاليه هذا الذي قاله، قال السبب هو عبارة عن اعتماد العلوم التجريبية على الحس، والحس كثير الخطأ، والحس عرضة للخطأ، فالعلوم التجريبية لا يمكن البت فيها والحسم فيها، بخلاف الرياضيات التي أصلا لا تعتمد على الحواس إطلاقا بأي شكل من الأشكال، بل تعتمد على الأقيسة. هو هكذا يقول، يقول بل تعتمد على الأقيسة، وما يعتمد على القياس 1+1=2 وهكذا، وما يعتمد على النظام القياسي حاسم نسبة إلى ما يعتمد على النظام الحسي. طيب هذه الصورة عن العلوم التجريبية رغم تطور العلوم التجريبية. شيخنا احنا نتكلم عن العلوم التجريبية بقياسها للعلوم الرياضية، شيخنا دير بالك لأن لا يقول العلوم التجريبية لا قيمة لها أو تورث الظن والظن بدك دليل على حجيتهم آية النبأ، لا لا تروح لهذا المعنى شيخنا، يقولون هي علوم وتوصل لحقائق وإلى آخره، غاية الأمر ليست بقوة العلوم الرياضية، ليست بهذه القوة، هذا مقصودنا حتى ننتقل، ليس بالمعنى حذف العلوم الطبيعية. هذه الفكرة عن العلوم التجريبية والطبيعية ظلت سائدة وهيمنت حتى في عصر ازدهار العلوم التجريبية في القرن 17، 18، و19، وصار الشعار العلماء أنك إذا استطعت تفسير الظواهر على أساس فرضية عليك أن تنتبه، لا تتعصب لفرضيتك، وهذا شعارهم صار. لماذا؟ لأن التجربة البشرية أثبتت لي أن الفرضية التي أضعها وتقدر على التفسير ممكن غدا
نتيجة تطور العلوم الإنسانية أن ينبثق في ذهني فرضية أخرى أفضل من الفرضية الأولى في تفسير الظواهر. فعليك أن تبقى دائما مستعدا لتغيير معارفك. هذه هي السيطرة على العقل. لذلك يقول أي شخص يقول هذه حقيقة قطعية لا مجال لا نقاش، يقول رجعي هذا. لماذا رجعي؟ لأن نظام العلوم التجريبية قائم على سيرورة التحول هذه، على مسيرة التغير هذه التي تفرض تواضعا في العلوم التجريبية عن الدرجة الإطلاقية الموجودة في العلوم الرياضية. عندما أشوف معي الآن نقف على مفترق طرق. عندما جاءت المادية الديالكتيكية، المادية الديالكتيكية كما قلنا غير مرة على ما أذكر هنا أو في درس فلسفتنا لا أذكر الآن، المادية الديالكتيكية تدعي بأنها الفلسفة العلمية وتقول أنا والعلوم الطبيعية واحد، وتسمي نفسها وجهان، هي والعلوم الطبيعية وجهان بعملة واحدة، وتقول العلوم الطبيعية تطبيق وأنا النظرية، وتقول النظرية والتطبيق. حتما سمعتم في الثمانينات والسبعينات هذا التعبير النظرية والتطبيق، جدل حتى بعض الإسلاميين صاروا يستخدمون موضوع النظرية والتطبيق. الفلسفة الماركسية هي وجه آخر للعلوم، نحن لسنا شيء آخر. لذلك عبروا عن أنفسهم بالفلسفة العلمية، ويقصدون من ذلك أننا نفس العلم لكن بوجه آخر، ببيان آخر، بتقريب آخر، بنظرة مجموعية. والعلم هو نحن بنظرة تفصيلية تجزئية. طيب عندما جاءوا وهم المادية الديالكتيكية كما قلنا مرارا دائما تؤمن باليقينية الجازمة، يعني احنا وياها مع بعضنا في هذه النقطة، بخلاف المعسكر الغربي الذي يؤمن بالشكية والنسبية وإلى آخره، تؤمن بيقينية جازمة قطع يقين، ويقول نحن فلسفة يقينية، وتشن أعنف الهجمات على المثالية وعلى الشك وعلى النسبية، مثل الدين، مثل الفلسفة الدينية لجزء التعبير من هذه الزاوية. فعندما جاءوا يا أخي اصطدموا بمشكلة، قالوا إذا نحن فلسفة يقينية قاطعة، طيب جيد، ونحن وجه آخر للعلوم الطبيعية، جيد، هو العلوم الطبيعية، هم العلماء الطبيعيون أنفسهم يقولون نحن لا نتسم بالثبات، نحن درجتنا ليست يقينية. فإذا هذا سيؤدي إلى انهيار الفلسفة الماركسية، صحيح أو لا؟ لأنك عندما تقول أنا والعلم شيء واحد، والعلم حسب الفرض لا يتسم بذلك الرسوخ اليقيني الجازم، إذن ففي نتيجة الأمر أنت أيضا في فلسفتك الديالكتيكية ليس لك رسوخ جازم، وليس لك تلك القاطعية اليقينية المنشودة. ماذا فعل الماركسي بحسب تحليل الشهيد بن طهاري؟ خوش تحليل لطيف. يقول الماركسي هنا قام بعملية التفاف على المشهد، فقال أنا تعبير آخر عن العلم، والعلم تعبير آخر عني، أنا يقيني والعلم يتغير بالشكل الذي ذكرناه، وله هذه الحالة التي ذكرناها، لكنه ماذا فعل؟ قال الحقيقة تتكامل، قال الحقيقة تتكامل. لذلك دخل في موضوع تكامل الحقيقة الذي أشرنا إليه قبل قليل. قال نحن قطع ويقين، وهذا لا يؤدي إلى تغير القطع واليقين، نفس هذا الذي اكتشفناه أول أمس كان حقيقة، وهذا الذي اكتشفناه اليوم أيضا كان حقيقة، لكن الحقيقة تتكامل، هي تتطور، فلم يتغير شيء، لم ينهد صرح اليقين الذي بنيناه، وإنما طبيعة الشيء أنه يتكامل. لذلك لما جاءت الفيزياء الحديثة في عصر في زمان لينين وأطاحت بنظرية المادة، كما تعرفون الفيزياء القديمة كانت تعتقد أن العالم المادي مؤلف من جزيئات صغيرة، وهذه الجزيئات الصغيرة مجتمعة على بعضها البعض كونت الأشياء. لما تطورت الفيزياء الحديثة غاص الإنسان في داخل هذه الجزيئات الصغيرة، وغاص في داخل الذرة، ولم يرى هناك إلا سرابا حركة كما يعبرون عنها في الفيزياء، حركة مكتنزة، حركة محضة، كل العالم حركة.
حتى قال بعضهم إن المادة حركة خالصة طارت في الهواء. نظرية المادية الفيزياء الحديثة أطاحت بكل تصورات الماديين عن المادة. ماذا قال لينين؟ لينين لديه مداخلة هنا. ماذا قال؟ هلا هذه هي نفس نظريتنا، ما صار شيء. ترى لا تك أنه الأمور تغيرت. غاية الأمر أننا نؤمن بالتكامل والتطور في الأشياء، ومنها الحقائق، بل منها الواقع الخارجي نفسه. إذن هذا هو الذي دفع، كان الشهيد المطهري يقول هذا هو الذي دفع المدرسة الديالكتيكية إلى القول بفكرة تكامل الحقيقة، أي تريد أن تقوم بجمع عرفي بين فكرة واقع العلوم التجريبية وقيام هذه العلوم على الفرضيات وليس مثل العلوم الرياضية من جهة، ويقينية الفلسفة الديالكتيكية من جهة أخرى، فأرادت أن تجمع بين الاثنين فقالت بفكرة تكامل الحقيقة. وقد تبين أن هذه الفكرة غير صحيحة، وأن العلوم التجريبية لا تتسم باليقينية التي تتسم بها العلوم الرياضية. هذا فيما يتعلق بالنقطة السادسة. النقطة السابعة والأخيرة، وبها ننهي هذه المقدمة الأولى وننتهي من درس اليوم. هل الحقيقة مطلقة أم نسبية؟ طبعا كثير من هذه الأبحاث سوف يأتي هذه العناوين في طي المباحث القادمة، لكن الآن على شكل مداخل لتفتيح العقول وتهيئتها للمطالب اللاحقة. هل الحقيقة مطلقة أم نسبية؟ هذه هي النقطة السابعة. طبعا فيما يتعلق الرياضيات يقينية أو غير يقينية سيأتي إن شاء الله في المقال الخامس كما قلنا. المعروف في المنطق القديم، في المنطق الأرسطي، في المنطق العقلي، أن الحقيقة دائمة، ثابتة، كلية، مطلقة، كما مر معنا سابقا تذكرون. هذا المعروف، الحقيقة هكذا، الدوام، الثبات، الإطلاق مقابل النسبية. لكن بعض المفكرين المتأخرين في الغرب طرح فكرة النسبية، والنسبية مدارس واتجاهات. هنا المصنف يتحدث عن نسبية تعرف في الفلسفة بالنسبية الذاتية. ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون يا جماعة الحقيقة ليست أحادية الطرف. يعني لا تفكر عقلك هو عبارة عن وعاء فارغ وجئنا بالحقيقة وصبيناها في عقلك الشريف، وكأن عقلك ليس له أي دور، متلق محض. لا لا لا، هناك علاقة ثنائية بين الخارج وعقلك. هناك من جهة الخارج الذي يلقي نفسه عليك من خلال البصر، السمع، الذوق، الشم واللمس، هذا الطرف الأول. وهناك المجموعة العصبية، هناك الجهاز الإدراكي الذي عندك أيضا له نشاط. عندما تأتي رسالة الخارج إليك يقوم الجهاز العصبي بتلقيها. حاصل جمع الاثنين تولد الحقيقة. شوف هذه صورة مختلفة. نحن في ثقافتنا الذي في الخارج يأتي ويجلس، وكأن هذا الذي في الداخل منفعل محض، جالس أصلاً ما عنده شيء يجلس عليه ذاك فقط. أما في النسبية الذاتية فيقول لا، الخارج يرسل نفسه بواسطة إلى الحواس، ولكن الحواس والجهاز الإدراكي والجهاز العصبي يقوم بتلقي هذا الذي جاءه من الخارج، فيندمج الاثنان ويولد ثالث وهو الحقيقة. فالحقيقة وليدة ثنائية الأب والأم، وليدة الواقع ووليدة الجهاز الإدراكي، وليست حلول شيء خالص صاف في شيء ثاني لا يتصرف فيه، بل دائما أنت كجهاز إدراكي تتصرف في الصورة التي تأتيك. أنت تقوم بالتصرف في الصورة التي تأتيك، والذي يظهر في ذهنك هو النتيجة المتولدة من تصرف الجهاز الإدراكي مع الرسالة التي أرسلها الخارج إليك. هذه النسبية الذاتية. بينما نحن في المنطق العقلي لا، الذهن يصل إلى ما كما يقول المصنف، الذهن
يصل إلى ماهيات الأشياء دون تحوير ولا تعديل. أما في المنطق النسبي ماذا يقولون؟ يقول الذهن يصل إلى الشيء الموجود في الخارج. لسنا سفسطائيين ننكر الخارج، ها؟ لسنا سفسطائيين. الذهن يصل إلى الشيء الذي في الخارج، لكن يصل إليه عندما يأخذه، عندما يظهر في وعيك يظهر محورا معدلا، نسخة معدلة من الذي جاء في الخارج. بمجرد مروره في الشبكية وذهابه في الخلايا العصبية يبدأ الطبخ، يطبخونه ويصل مطبوخا إلى ذهنك. هذه هي النسبية الذاتية. فالحقيقة نسبية وليست مطلقة، هذا معنى النسبية الذاتية. طيب بماذا يتأثر جهازك؟ يقول بماذا تتأثر هذه الحقيقة التي جاءت من خارج؟ تتأثر بجهازك الإدراكي، تتأثر بالظروف الزمنية والمكانية. ظروف الزمن والمكان تلعب دور أيضا. أنت إذا كنت واقف في وقت الغروب تنظر إلى شيء غير ما تكون واقف وقت الظهر تنظر إليه، يظهر لك بطريقة مختلفة. إذا كنت واقف وكان الضوء خفيفا هناك غير ما تكون واقف ويكون الضوء قويا، كل هذا يؤثر. الظروف الزمنية، الظروف المكانية، الحالة النفسية، الحالة العصبية التي عندك، جهازك الإدراكي، سلامة الحواس، كل هذا يلعب دور في وصول المعلومات إليك بطريقة أو بأخرى. وهذا هو ما يفسر اختلاف الناس في الحقيقة الواحدة. عبد الله أنا رأيته كذا، وهو يقول أنا رأيته كذا، صحيح؟ كلاهما رأى. كل ما عند واحد منهما حقيقة، لكن حقيقة بالنسبة إليه. لكن حقيقة بالنسبة إليه. ما هو الدليل؟ استدلوا، جاءوا بيعني قائمة من الشواهد التي أخذوها من العلوم الطبيعية تدعم مقولتهم هذه. قالوا مثلا انظر أنت إلى الجهاز الإدراكي الموجود بين البشر والموجود بين الحيوانات. لقد توصلت العلوم إلى أن البشر ترى الألوان الأساسية والألوان غير الأساسية، كما الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والبني والكحلي وإلى آخره، صحيح أو لا؟ بينما اكتشفت الدراسات أن الحيوانات لا ترى، أو لا أقل بعض الحيوانات لا ترى إلا الأشياء إلا بلون واحد، وهو اللون شبيه بالرمادي فقط. أو الذي في الخارج ما هو؟ هذه النتيجة، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن غير الأمر جهازه الإدراكي خلاه يشوف هالطريقة. ويمكن نحن لو عندنا جهاز إدراكي مختلف كنا رأينا بطريقة مختلفة. ربما هذا الذي أنت تظنه لونا واحدا 50 لونا، مثل ما هذا الحيوان، يعني بلا مقايسة وتشبيه، مثل الحيوان الذي ظن أن هذه كلها لون واحد ولم يعرف أننا نراها أكثر من لون. ربما نحن أيضا نرى هذا الباب بلون واحد ولا ندري، ربما يكون 50 لون. أنت ما تعرف، من جهازك الإدراكي هو الذي يقوم بإضفاء الختم النهائي على الصورة التي في ذهنك. هذه أدلة علمية متكثرة في هذا المجال، لا يمكن للإنسان أن يتجاهلها، وهذه نقطة أساسية جدا. طعم، إذا كنت مريضا تأكل تشعر بطعم مختلف عما لو كنت سليما، كل واحد يشعر. الطعم نسبي، شيء أنا أكله أشعر بأنه لذيذ جدا، تأكله أنت الله أكبر كأنه العلقم مثلا، وهذا ما هي سببه، ما هو هو نفسه في الخارج. السبب أن الحقيقة أي الصورة الذهنية التي عندك هي وليدة أب وأم، الخارج والذهن، وهذه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار ولا تغيب عنه. وبهذا قال هؤلاء نحن، شوف هنا المفصل الخطر، نحن نجمع بين الحقيقة والنسبية، فلا نهرب من الحقيقة ونقول لا حقيقة، بخلاف بيرون اليوناني الذي كان أحد إشكالاته على المدرسة العقلية، وهو زعيم مذهب الشك، كان أحد إشكالاته هذه، أن كل إنسان يرى الأشياء بطريقة. بيرون ماذا استنتج؟ استنتج أنه لا يمكن الوصول إلى حقيقة. النسبيون ماذا قالوا؟ قالوا لا، توجد حقيقة ولكن نسبية. هنا الفرق الأساسي بين الاتجاه الشك القديم الذي عرف مع بيرون بنفس الدليل استخدمه،
بيرون قال هذا الدليل يوصل إلى إنكار الحقيقة. إلى إنكار الحقيقة ليس إنكار الواقع، إنكار القدرة على الوصول للحقيقة أشك. أما هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لا يوصل إلى إنكار الحقيقة، هناك حقيقة غاية الأمر يوصل إلى إضافة قيد عليها، وهو عبارة عن قيد النسبية. فهذا هو الفرق الجوهري رغم وحدة الأدلة تقريبا، هذا هو الفرق الجوهري بين مذهب الشك القديم مع بيرون وبين مذهب النسبية، الحقيقة النسبية الجديدة التي عرفت في القرن 17 و18. هذا اختلاف جوهري. المصنف يقول هذه مقولة النسبية كلها خطأ، وكلمة نسبي حقيقة نسبية أصلا هذه مفارقة بارادوكسيكال. ما عم نفهم يا أخي شو حقيقة نسبية؟ بالعكس الحق مع بيرون، بيرون كان أذكى منهم، بيرون عرف أن النتيجة سوف تفضي به إلى هذا الذي أفضت إليه. هم أرادوا أن يخرجوا من الورطة والمهلكة، اخترعوا مفهوم الحقيقة النسبية بهذا المعنى النسبية. أنني كما قلت أعيد وأكرر، مصطلح النسبية مصطلح يستخدم بمعاني متعددة وفي مجالات متعددة، وسيشير مصنف إلى بعضها بعد قليل، فعلينا أن لا نخلو. يقول ما معنى هذا الذي في ذهنك يا أخي؟ إما مطابق للواقع أو لا يا أخي. هذا الذي في ذهنك أنت تراه لون واحد، إما هو لون واحد أو لا يستجيب لون واحد. أنا معك أن جهازك الإدراكي يؤثر، لكن في نهاية المطاف إما هو اللون واحد أو ليس بلون واحد. إذا كان اللون واحدا فالذي في ذهنك حقيقة، طبعا ما في نسبية، وإن لم يكن لونا واحدا فالذي في ذهنك خطأ، لا حقيقة نسبية. إذا أنا رأيته أبيض وأنت رأيته رمادي، يا أما هو رمادي في الخارج يا أما هو أبيض في الخارج. إذا كان أبيض فأنا حقيقة وأنت خطأ، وإذا كان رمادي فأنت حقيقة وأنا خطأ. ما أتقل أنا حقيقة لكن أضفتم عليها رشة ملح، ملح النسبية، هذا لا يغير من واقع الأمر شيئا. فإذا لب اللباب في هذا الموضوع هو عود إلى النقطة الجوهرية شيخنا في موضوع الحقيقة، تعريف الحقيقة أنه المطابقة وعدم المطابقة. وإذا تذكرون نحن في التعريف السبع الذي ذكرنا، ذكرنا تعريفا، ما هو؟ هو التعريف النسبي سميناه هناك. ماذا عرف النسبيون الحقيقة؟ قالوا هي الصورة الذهنية الظاهرة في مداركنا وجهازنا الإدراكي. فإذا هم لما يقولون حقيقة نسبية كلامهم صحيح، لكن ضمن تعريفهم للحقيقة. أما ضمن تعريف المصنف للحقيقة يقول لا معنى له. فالخلاف هذا في جوهره خلاف في أصل تعريف الحقيقة وفي ما هي الحقيقة. وحيث إننا هناك تبنينا تعريف المشهور من فلاسفة العالم للحقيقة، فإذا هذا لا معنى له حينئذ. لذلك فأدلتهم التي ساقوها إذا كانت صحيحة فهي تفضي إلى الشك، لا تفضي إلى الحقيقة النسبية. وفرق بين اتجاه الشك واتجاه الحقيقة النسبية. ولذلك لا جديد عند هؤلاء، فقط اختراع مصطلح جديد، ولا لا جديد، نفس كلامهم ذكره بيرون، وقد كان أكثر دقة منهم حين عرف أين يؤدي به كلامه. إلا أن المشكلة، كل المشكلة في المادية الديالكتيكية التي سيأتي بعدها. المادية الديالكتيكية رغم إيمانها بهذا كله فيما قالته النسبية، مع ذلك قالت حقيقة مطلقة، مع ذلك أرادت أن تثبت الحقيقة المطلقة بشكل من الأشكال، لكنها في نهاية المطاف ارتدت في النسبية وارتدت في الذاتية، كما سوف يبين مصنف فيما بعد إن شاء الله تعالى. بقيت ملاحظتين، ثلاث ملاحظات سريعة. أول ملاحظة يذكرها المصنف، يقول كل من اعترف بدور للجهاز الإدراكي في المعرفة، بدور فاعلي للجهاز الإدراكي في المعرفة، فهو نسبي، يعني شاك عند المصنف لأنه ما في نسبي، يعني شاك. ولذلك يقول الديالكتيكيون شكاك، يعني دائما قلنا سابقا المصنف دائما يشتغل يلعب على هذا الوتر، وكانت أيضا شكاك عنده، لأن كانت أيضا عنده نسبية سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. هذه نقطة. بحسب رأي المصنف كل من يعتقد أن الجهاز الإدراكي يلعب دورا في إطفاء، فاعليا في إطفاء شيء على الحقيقة، هذا شك في نهاية الأمر، لأنه لا يوجد نسبية، يوجد شك. الملاحظة الثانية والتنبيه الثاني، أن هناك أحيانا قد يعبر بتعبير الحقيقة النسبية في علوم الطبيعيات والحقيقة المطلقة في الرياضيات. هذا التعبير يراد منه حقيقة نسبية في الطبيعيات يعني حقيقة احتمالية كما قلنا قبل قليل، والحقيقة المطلقة في الرياضيات يعني حقيقة يقينية. هذا المصطلح لا بأس به، ما عندنا مشكلة معه،
لأننا نقبل، يقول المصنف، لأننا نقبل بأن الحقيقة الطبيعية حقيقة نسبية بهذا المعنى، يعني احتمالية، ونقبل بأن الحقيقة الرياضية حقيقة مطلقة بهذا المعنى، يعني يكفيها. ألا إذا هذا مجرد اصطلاح لا مشاحة بالاصطلاح بعد وضوح المعاني كما يقولون. هذا ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة والأخيرة وننتهي، وهي إننا عندما نقول نسبية هنا نتحدث عن نسبية الصور الذهنية، نسبية الصور الذهنية، أما النسبية التي في الفيزياء عند أينشتاين لا علاقة لنا بها، نحن لا نتحدث في النسبية الواقعية. لاحظ شيخنا، النسبية التي طرحت في علم الرياضيات والفيزياء الحديثة هذا ليس لنا علاقة به، فلا يخلطن أحد من الأوراق ببعضها ويظن أن بحثنا هنا هو في وكأننا ننكر نسبية أينشتاين. هذه نسبية أينشتاين لا علاقة لنا بها، هذه بحث آخر، إنما نتحدث في النسبية المتصلة بالصور الذهنية وأمثال ذلك. وبهذا تنتهي المقدمة الأولى، ونكون قد عالجنا التعريف الحقيقة مع 7 نقاط تمهيدية متصلة بالحقيقة أعطتنا صورة لا بأس بها عن هذا الموضوع. المقدمة الثانية هي عبارة عن نظرة تاريخية في الآراء والمواقف الفلسفية من قضية قيمة المعرفة، وسيقوم المصنف بالشروع من العصر اليوناني الأول أي العصر السفسطائي إلى أن يصل إلى هنري بريكسون في بدايات القرن 20 تقريبا، وفي النهاية سيلخص النتائج التي توصل إليها في هذا العرض التاريخي، لكنه سيحذف كل من الفلسفة الصينية القديمة المعاصرة لليونان والفلسفة الهندية القديمة المعاصرة لليونان، ويقول لن نتعرض لهما. فإذا أول واحد سيكون السفسطة في بلاد اليونان، ثم مدرسة الشك، ثم ننتقل إلى المدرسة الإسلامية، ثم ننتقل إلى المدارس الغربية إن شاء الله في الأسبوع القادم الساعة 7 نبدأ، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.